Good morning. How are you today? كيفكم يا ثالث؟ شو أخباركم أصدقائي؟ اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو رح أعمل لكم هيك ريفريش مراجعة بسيطة لمادة الجرامر Present Continuous المضارع المستمر. رح نعمل مراجعة للمادة اللي إحنا أخذناها في الأسبوع الماضي. أول إشي رح نأخذ استخدامات Present Continuous وكيف يأتي مع الفاعل المفرد، كيف يأتي مع الضمير I، وكيف يأتي مع ضمائر الجمع. بعدين رح نشرح الأفعال اللي لما تدخل عليها الـ ING بصير في عليها شوية تغييرات إملائية بطريقة كتابة الفعل. خلينا نبدأ بمراجعتنا البسيطة. We use the present continuous. إحنا بنستخدم الـ present continuous اللي هو المضارع المستمر to talk about actions، إنه نحكي عن أحداث أو نشاطات that are happening now. Happening now يعني تحدث الآن. At the moment of speaking في نفس لحظة الكلام. حكينا الـ present continuous في إله دلائل زمنية بتكون موجودة بالجملة، هاي الدلائل لازم نحفظها. look عفوا now الآن، at the moment في هذه اللحظة، look انظر، listen اسمع، stop توقف، هاي دلائل زمنية بتدلني على إنه هاي الجملة في زمن المضارع المستمر. أول إشي يا ثالث رح نبدأ فيه اللي هو شرح الـ present continuous في حالة الـ affirmative. شو يعني affirmative؟ يعني الإثبات، يعني الإثبات، يعني لا يوجد عندنا not. رح نبدأ بالsingular pronouns اللي هم ضمائر المفرد. شو يعني ضمائر المفرد؟ اللي هو هي ضمير الولد، she ضمير البنت، it ضمير الحيوان المفرد أو الجماد المفرد، singular noun اللي هو الاسم المفرد سواء كان اسم ولد، اسم بنت، أو أي اسم مفرد يا ثالث. حكينا هذا الفاعل اللي هو subject بياخد is، بياخذ is plus verb plus ing plus complement plus full stop. حكينا انه دائما مين بيساعد المفرد؟ is. هلا في حاله المضارع المستمر يا ثالث، شو يعني مضارع مستمر؟ يعني لازم يجي مع الفعل علامه الاستمراريه وهي ال ing، وهي ال ing. complement اللي هي تكمله الجمله، full stop اللي هي قانون نهاية الجملة الذي يأتي في نهاية الجملة. خلينا نراجع مع بعض الأمثلة اللي إحنا تطرقنا لها بالدرس. عندنا examples. example number one: he is helping his mom now. هو يساعد أمه الآن. he ضمير مفرد، مين ساعده؟ is. جاء الفعل help plus ing مع الفعل help أجل ing. his mom اللي هي complement أو تكملة الجملة، وnow هو دليل زمني على المضارع المستمر. نجي لإكزامبل نمبر 2: she is helping her mom at the moment. عندي هون نفس الجملة لكن تغييرات، تغير عندي إيش؟ السبجكت كامل اللي هو أجا عندي هون ضمير البنت. she is helping her mom at the moment. برضو البوسيسيف adjective صفة الملكية للبنت مختلفة عن صفة الملكية للولد. at the moment اللي هو الدليل الزمني على المضارع المستمر. نمبر 3: look مازن is helping his dad. يعني أنا إذا حكيت الضمير هي حكي تمام، إذا استخدمت ضمير الولد نفس الشيء. إذا اسم الولد يساوي ضميره، اسم الولد يساوي ضميره. نفس الإشي هون، إذا أنا حكيت جنى أموري تمام، إذا حكيت شيء نفس الإشي. إذا اسم البنت يساوي ضميرها، اسم البنت يساوي ضميرها. نمبر 4: look it is drinking milk. أنا هون عندي it، وأنا بعرف إنه استخدام الضمير it هو استخدام الحيوان المفرد أو الجماد المفرد. طيب الجماد ما بيشرب الحليب، مين اللي بيشرب الحليب؟ أنا قصدي هون the cat. إذا أنا ممكن أحكي القطة the cat، وممكن أستعيذ عنها بالضمير it ليعبر عن الحيوان المفرد. Number 5: listen it is ringing. اسمع إنه يرن. هون عندي it جماد مفرد أو حيوان مفرد، لكن الحيوان ما بيرن. إذا أنا قصدي هون the phone، قصدي the phone. نيجي على القسم الثاني من قاعدتنا نعمل له مراجعة، كيف نتعامل مع الضمير I في المضارع المستمر. أنا عندي الضمير I بتساعده am plus verb plus ing plus complement plus full stop اللي هي قانون نهاية الجملة. عندي هون am writing English at the moment. أنا عندي am هي short form، أصلها I am، أصلها I am writing English at the moment. إذا الام اللي هي subject، writing اللي هي verb plus ing، مين اللي ساعد الاي؟ ام.
English اللي هي الكومبلمنت، at the moment اللي هي الدليل الزمني على المضارع المستمر. Number two, stop. I'm cleaning the floor now. Stop هي دليل زمن على present continuous. I'm اللي هي subject هو أصلها I am. Cleaning اللي هي verb plus ing اللي هي clean plus ing. The floor اللي هي الأرض. Complement now وهي دليل زمني على المضارع المستمر. نيجي كيف نتعامل مع المضارع المستمر مع ضمائر الجمع. They هم، we نحن، you أنتم plural noun. هاي ضمائر إيش بسميها؟ ضمائر الجمع. هلا دائما حكينا قاعدة في صف ثاني وكنا نكررها دائما، محل ما في آر في جمع، محل ما في آر في جمع. كنا نحكي لهم يا ثاني لما بتقعد إز بيقعد المفرد، لما بتقعد آر بيقعد الجمع. إذن they ضمير جمع بمعنى هم، we ضمير جمع بمعنى نحن، you ضمير جمع بمعنى أنتم. Plural noun اللي هو اسم الجمع زي the children, the boys, the girls, the students أو the doctors إلى آخره. تأخذ عنا الآر. طبعا verb plus ing اللي هو علامة الاستمرارية في زمن المضارع المستمر. تنزل عندي الكومبلمنت لتكملة الجملة حتى يكون معنى الجملة كامل، وقانون النهاية هو full stop. خلينا نشوف الأمثلة مع بعض. Stop, they are reading an exciting story. توقف، هم يقرؤون قصة مثيرة. We are listening to our teachers at the moment. إنه نحن نستمع لمعلمينا في هذه اللحظة. إذا عندك are plus verb ing. Are plus listening اللي هي verb ing. Listen. The students. لاحظ هون الفاعل عندك اسم جمع. هي اس الجمع. The students are playing on the pianos. إذا بيعزفوا على البيانوز. Look. You are swimming in the pool. Look. You are swimming in the pool. أنا عندي اليو بتأخذ الار بلس verb ing. الآن يا ثالث بنيجي لموضوع الفيديو اللي حكيت لكم عنه واللي هي spelling notes. شو يعني spelling notes؟ يعني في عندي أفعال يا ثالث لما بتدخل عليها الاي ان جي بصير عليها شوية تغييرات. من هاي الأفعال اللي هي الأفعال المنتهية بحرف ساكن مسبوق بحرف علة واحد. إيش يعني؟ يعني جاي عندي حرف علة بين حرفين ساكنين، مثل الفعل run. هلا انا اجى عندي حرف عله بين حرفين ساكنين، هي عندي حرف العله اللي هو اليو جاء بين الار وبين الان اللي هو حرفين ساكنين. شو الحل؟ الحل انه نضاعف الحرف، عفوا نضاعف الحرف الاخير ونضيف للفعل اي ان جي. بضاعف يعني حرف الان وبضيف اي ان جي. Look, Hani is running. باجي بتطلع على الفعل. Run هو فعل يحتوي على حرف عله في الوسط. هون عندي حرف ساكن وهون حرف ساكن. شو بدي أعمل؟ كيف بدي أعالج هاي المشكلة؟ بضاعف حرف الـ N وبضيف الـ ING. عندي swim، برضو عندي swim حرف الـ I جاي بين حرفين ساكنين اللي هو الـ W والـ M. كيف بدي أحل هاي المشكلة؟ بضاعف الـ M وبكمل اللي بضيف لها الـ ING. Rana is swimming at the moment. عندي الفعل sit بمعنى يجلس. جاء حرف الـ I بين حرفين ساكنين وهو حرف علة. الإكزامبل اللي أمامك My grandparents are sitting with their friends now. هلا شو الأفعال المطلوب منك تحفظها بالامتحان والتي تخص هذا التغيير؟ run تصبح running بضاعف الـ N. swim تصبح swimming بضاعف الـ M. sit تصبح sitting بضاعف حرف الـ T. تمام؟ إذن إذا كان الفعل يحتوي على حرف علة بين حرفين ساكنين بضعف الحرف الأخير ومن ثم أضيف الـ ing. الآن الملاحظة الثانية التي تخص الأخطاء الإملائية، هناك بعض الأفعال الشاذة عن القاعدة، أي بمعنى أنها تنتهي بحرف ساكن مسبوق بحرف علة لكن لا نضعف الحرف الأخير. هاي عندي حرف play انتهت بحرف ساكن يسبقها حرف علة، ما بضعف حرف الواي، خلص بحفظ إنه play لا تضعف. draw انتهت بحرف ساكن سبقه حرف علة اللي هو الA، ما بضعف الW. إذا يا ثالث هو مهم جدا إنك تحفظ هاي الأفعال الشاذة عن القاعدة التي تختلف عن القاعدة، بمعنى أنني لا أستطيع أن أضعف الحرف الأخير حتى لو سبق بحرف علة. Examples: هاشم is playing with his ball now. أنا عندي playing ما بضعف حرف الواي حتى لو سبق بحرف علة، لأن واضح بتقدر أحكي playing
مش ظابطة معي بالقراءة يا ثالث، انتبهوا حبايبي. إيمي أند هولي، لاحظ إن هون عندي اسمين، إيمي أند هولي، إذن هون جمع ليش؟ اثنان فما فوق جمع. Are drawing a nice picture. Drawing، أنا ما بضعف الدبليو، drawing ما بتزبط معايا مس بالقراءة، لذلك هاي الأفعال شاذة، حتى لو سبقت بحرف علة لا يتم تضعيف الحرف الأخير عند إضافة الـ ing. إذن برضو هاي الأفعال مطلوب حفظها للامتحان. باجي للملاحظة الثالثة اللي هي verbs ending in e، الفعل اللي بينتهي بحرف الاي. لما أخذنا like و don't like حكينا إنه الفعل عندما ينتهي بحرف الاي وبدي أضيف له الاي ان جي بعملها، بعمل الاي دروب. شو يعني دروب؟ بسقطها، بحذف حرف الاي وبضيف الاي ان جي، زي make تصبح making، dad is making a glass of juice now، أبي يصنع كأس من العصير الآن. ميك انتهى بحرف الإي، بعمل دروب لحرف الإي لأنه الإي مع الآي ما بيلتقوا. تيك بمعنى يأخذ، the boys are taking their bags to the bus at the moment. تيك فعل ينتهي بحرف الإي، مباشرة بعمل للإي دروب بسقطها وبضيف الآي إن جي. بيك بمعنى يخبز، look mom is baking a delicious pie. pie اللي هي فطيرة، فطيرة لذيذة. بيك معناها يخبز، انتهى بحرف الاي. طيب انا بدي اضيف له اي ان جي، شو الحل هون؟ اعمل للاي ايش؟ دروب. الان شو الافعال المطلوب منك تحفظها بخصوص هذه الملاحظه يا ثالث؟ رايت يكتب، بعمل دروب للاي بضيف الاي ان جي. تيك ياخذ، بعمل دروب للاي وبضيف الاي ان جي. بيك يخبز، بحذف الاي وبضيف الاي ان جي. ميك يصنع، بحذف الاي وبضيف الاي ان جي. الآن في عندك يا ثالث exercise، هذا exercise بيطلب منك correct the verbs between brackets، يعني بدك تصحح الفعل هذا وتحطه بالفراغ. راح أشرح لك طريقة حله. أول إشي عندي stop اللي هو الدليل الزمني على المضارع المستمر، باجي على subject اللي هو هي، مين بيساعد اللي هي يا أبطال؟ برافو عليكو، is، بحط is. jump بضيف لها ال ing، شو بتصير؟ jumping. number 2 look، فرح اللي هي السبجكت اسم بنت، زيها زي الضمير شي لأنه اسم الشخص يساوي ضمير، شو بضيف لها؟ is، مين بساعدها؟ is. أنا عندي الفعل paint، شو بضيف له؟ ing. مازن and هيا، عنا اثنان، حكينا اثنان فما فوق جمع، مين بساعد الجمع؟ are. eat بضيف لها ing، شو بتصير؟ eating. the horse اللي هو اسم حيوان مفرد، شو مين بساعده؟ is. شو عندك الفعل run؟ باجي بنتبه، run من الأفعال التي يتم تضعيف الحرف الأخير فيها. لماذا؟ لأنه حرف عل بين حرفين ساكنين، إذا لما أنا أحطها بالفراغ بعملها running. running بضاعف حرف ال n، double n بصير، بضيف ال ing. they جمع، مين بيساعد الجمع؟ are. عند الفعل surf بضيف لها ال ing تصبح surfing، إذا they are surfing. we برضو جمع، مين بيساعد الـ we are؟ عند الفعل sail، we are sailing on a glass boat in Aqaba at the moment، على قارب زجاجي في العقبة. listen I، مين بيساعد الـ I؟ آم، برافو عليكو. عند الفعل sing بضيف له الـ ing، شو بصير؟ singing. برافو عليكو يا ثالث، هيك احنا بنكون عملنا مراجعة رائعة جدا للمضارع المستمر. goodbye، see you next time.